نادية. أي دكتور. فين الفازة اللي اتكسرت وانتي قلتي لي لمتيها؟ أجيبها لحضرتك، بس أنا كنت شايلها في كرتونة عشان ما تعورش حد. طب هاتيها وسيبيني لوحدي. حاضر. وشوفي الباب. حاضر. مساء الخير. أهلا وسهلا. ده الباشمهندس أشرف يا دكتور. اتفضل. شفت الفضايح اللي احنا فيها؟ خالة جوزك وصاحب عمري يغرر بمراتي ويغني معاها. أنا كنت حاسس إن في حاجة ما بينهم، بس كنت بكذب نفسي، كنتش عايز أصدق. خالد صاحب القيم والمبادئ والأخلاق والألفة بتاع دفعتنا، يخون صاحبه مع مراته. يعني أنت مقتنع إن شيرين مراتك بريئة، وإن الذئب البشري اللي غرر بيها هو خالد؟ أنا متأكد. شيرين أنا مربيها على إيديا وعارفها كويس أوي، وعارف خالد. خالد عامل زي الديب، كان ناعم وشدها ليه. ده إنسان حقير. مش هقبل أي كلمة مسيئة لخالد. لسه بتدافع عنه بعد ما خانك في أوضة نومك وفي بيتك؟ لسه بدري قوي على إصدار الأحكام يا باشمهندس، لسه في تحقيقات. مش تحقيقات ولي فضايح، صور لاتنين حبيبة بقت على كل المواقع، المجموعة نفسها أسهمها بقت في الأرض، حتى صفقة العالمين الأخيرة تقريبا خلاص مش هترسى علينا. هو أنت جاي تتكلم في بيزنس ولا جاي تتكلم في أمور شخصية؟ أنت طيبة أوي يا سلمى، أنت إزاي كده؟ إزاي هادية كده؟ واحدة غيرك كانت زمانها لعنت اليوم اللي شافته فيه. وبلاش انتي، بنتك لما تكبر هتقولي لها ايه؟ سمعتها هتكون عامله ايه؟ لما يجي يتقدم لها واحد ويعرف ان ابو بنتك مات الموتة دي، هتبرري بايه؟ ياه، اللي يسمع كده يقول انك ملاك ما بتغلطش. ده من شهرين بس كانت عايزه تتطلق، شهرين بس. شيرين كانت بتتوهم حاجات ما بتحصلش، وانت عارفه مش صاحبتها، عارفة إنها كانت بتروح لدكتور نفساني. الدكتور اللي أنت وديتها ليه
تحت مسمى وشماعة إنك بتنقذ علاقتكم، واللي وعدتها إنك تروح له وما رحتش، أنت نسيت ولا إيه؟ أنت عايزة توصلي لإيه؟ الموضوع واضح. الموضوع فيه لغز. لغز وأنا حوصل له. موضوع بسيط. واضح وضوح الشمس يعني. اتنين خاينين وربنا فضحهم. مستحيل. أنا فطرت مع خالد بعديها هو خرج وأنا خرجت، ثم كان عنده ميتنج مهم جدا. ممكن تفهمني بقى إزاي وإمتى هيحصل كل ده، وإزاي السيناريو اللي في دماغك ده ممكن يتحقق بعد اللي بقوله لك؟ هو لما اتأكد إن أنت مشيتي عمل الملف حجته عشان يرجع البيت تاني، وهو متأكد إن أنت بترجعي بالليل متأخر، كلم عشيقته عشان تجيله، وقبل ما جت كان عمل الميتنج بتاعه فيديو كونفرنس وخلصه، وعشيقته جت وقعدوا مع بعض، وزي ما بيقولوا عاشوا مع بعض في جنة الخيانة. مش عايزة اسمع حاجة. أنا عارف إن أنا قصرت في حق شيرين كتير، حالتها النفسية اتدهورت قوي في الفترة الأخيرة، خلى خالد لما يخش عليها بالقلب الحنين والوش الناعم تترمي في حضنه، بس أنا متأكد تأكد إنه شيرين مظلومة، لأن أنا عارف خالد كويس جدا. خالد عايز يكوش على كل حاجة، سلطة ومركز وفلوس وستات. لو هتعيد الاسطوانة دي تاني يبقى الكلام بينا خلص. اسمعيني يا سلمى. قلت مش عايزة اسمع حاجة. انت طيبة قوي يا سلمى وزوجة مخلصة، وأنا بحترم ده فيكي جدا، بس الحقيقة غير كده. جوزك خاين فعلا. خلصت كلامك؟ الأيام تثبت لك كلامي. مع السلامة. الباقي في حياتك. ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ ازيك يا نرمين؟